بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي. السفره معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 92173، الخط الارضي على 09936، الخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه. طيب النهارده في تقسيمه الاسبوع عندنا الاكل النباتي. الاكل النباتي احنا يعني بصفه عامه بنسميه نباتي، لكن هو بقى في تقسيمه احدث شويه اللي هي تقسيمه الفيجيتيريان والفيجن او الفيجن والنباتيين. في اختلافات بسيطة ما بينهم، فأنا بس حابة أن أنا أقول لكم الفرق، مش عشان أي حاجة غير أنه لما بنستخدم المصطلحات دي كتير في ناس كتير بتبقى مش عارفة الفرق ما بينهم. طبعا الأكل الصيامي بتاع أخواتنا المسيحيين سواء الصيام الصغير أو الصيام الكبير بيبقى برضو داخل معانا، يا إما مع الفيجن يا إما مع الفيجيتيريان. طيب الفيجيتيريان اللي هم النباتيين عادة بيستخدموا المنتجات اللي هي زي المنتجات اللي ناتجة عن الحيوانات، يعني زي العسل والبيض والزبدة، بيستخدموا اللبن، ما بياكلوش لحمة، ما بياكلوش أي نوع من أنواع الطيور، يعني ما بياكلوش بط، ما بياكلوش حمام، ما بياكلوش فراخ، ما بياكلوش أرانب. في منهم بياكلوا سمك وفي منهم لا ما بياكلوش سمك. الفيجن ما بيستخدموش أي حاجة من منتجات الحيوانات، يعني حتى العسل، حتى لو المنتج مش أكل، ميك اب أو أدوية أو أي حاجة الاختبارات بتاعتها بتتم على الحيوانات هما بيستخدموهاش برضو. والفيجن أكتريتهم أكتر من إنه دايت كأكل، هما بيميلوا للموضوع ده من باب الرفق بالحيوان ومن باب إن إحنا ما ينفعش نستخدم الحيوانات لا لأكلها ولا لإجراء تجارب عليها، فالموضوع يعني عميق شوية بالنسبة لهم. طبعا في ناس بتاخد الموضوع بس عشان موضوع الأكل، لأنه ده بيخفف من الدهون اللي داخله للجسم، الكوليسترول، ففي ناس بتاخده من باب الصحة يعني أو من باب الدايت لتخفيف الوزن في بعض الأحيان. فأنا حبيت إن احنا نوضح قبل ما نبتدي نشتغل على تقسيمة الأسبوع اللي هي بقى فيها يوم الاثنين مخصص للنباتيين، لإخواتنا المسيحيين للصيام، للفيجن، للأكل الأرداحي، يعني الأكل اللي احنا بنسميه في مصر الأرداحي اللي هو من غير لحوم، فهو الحقيقة في معظم الأحيان تكلفته كمان بتكون هينة شوية، بينفع في آخر الشهر في الشهور المزنوقة شوية طالعين من رمضان زهقانين من اللحوم. كمان بينفع جدا بالذات الأكل الفيجن للناس اللي عندها حساسية، لأن زي ما احنا قلنا إنه ما بيبقاش فيه بيض، ما بيبقاش فيه لبن، ما بيبقاش فيه لحوم، مشتقات كمان الحيوانات زي الجيلاتين والحاجات دي ما بتبقاش موجودة. وطبعا الموضوع ده منتشر جدا في حساسية الطعام دلوقتي، فاحنا حبينا بس نقول لكم معلومة عن الموضوع علشان ما نفضلش نردد في كلام وما نبقاش شرحينه شرح مبسط، لكن يفهمكم احنا بنتكلم عن ايه. هفكركم تاني قبل ما نطلع فاصل بتقسيمة الاسبوع الجديدة. السبت تحضيرات الاسبوع مع المنيو، مع تقسيمة الفلوس او المرتب او المصروف بتاع البيت، مع تنظيم الوقت. يوم الحد أساسيات المطبخ مع التخزين، مع أدوات المطبخ والتنظيف والحاجات التبس البسيطة دي أو النصايح البسيطة دي. يوم الاثنين فيجن أو فيجيتيريان أو نباتي أو صيامي. يوم الثلاث أطفال. الأربع بواقي الأسبوع أو أكل موسمي يكون في الموسم وعايزين نلحقه. يوم الخميس هيكون إتيكات وبالتناوب ما بين الأكل اللايت وما بين الحلويات، وهيكون جوه الحلويات كمان في لايت إن شاء الله. فدي كانت المعلومة النهاردة بتاعتنا. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نشوف الوصفات النباتي اللي احنا هنعملها النهاردة. استنونا. I
اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب بما اننا النهارده يوم الاثنين فهنشتغل فيجن او فيجيتيريان او صيامي او نباتي او ارداحي، سموه زي ما انتم عايزين، المهم ان مفيش لحوم في اليوم ده. بقدر الامكان كمان مش هيكون في منتجات حيوانيه بقدر الامكان، مش في كل الوصفات، عشان الناس اللي عندهم حساسيه او ايا كان الظروف ايه. طيب قبل ما ابدا برضو كعادتنا بقى في 2019 بحب اجاوب على كل الاسئله كمان اللي بتجيلنا سواء عن الحلقات اللي فاتت او عن اي حاجه بتخطر في بال الناس. في ناس كتير بعتت لي مبسوطه جدا بالتقسيمه الجديده ومستفيده بيها جدا، في ناس تانية بعتت لي متخوفه جدا ان التقسيمه الجديده دي تخلينا نغير طريقه الوصفات او طريقه المطبخ خالص. ابدا مستحيل، بالعكس احنا بنستثمر طريقتنا ووصفاتنا، وهو انا هو انا، واختيار الوصفات هو اختيار الوصفات، فاحنا بنستثمر الموضوع بس انه يبقى منظم ومحدد علشان الناس ما تتوهش مننا. لكن كاختيار وصفات، كمعلومات، كتنوع في الوصفات، ان يبقى في وصفات غريبه ومختلفه وان يكون في وصفات تقليديه وكده، ما تقلقوش من الموضوع ده خالص. سؤال تاني عايزه اجاوب عليه قبل ما ابدا، هو سؤال عن الرز البني. جالي سؤال انه طلع معجن، نعمل ايه مع اني جايبه نوع محترم ونوع غالي؟ طيب الرز البني طبعا هو من الحاجات المفيده جدا، لانه يعني على طبيعته ما دخلوش اي مراحل تغيير في طبيعته الأساسية، فهو طبعا من الحاجات المفيدة جدا. لكن الرز البني بنعمله معاملة الرز البسمتي. أسفة. أولا أول حاجة بنعملها إن احنا بنجيبه حبة متوسطة أو حبة طويلة، ما بنجيبش الحبة القصيرة. ثانيا بنعمله معاملة الرز البسمتي في كمية السائل، يعني هو بياخد من كوباية ونص لكوبايتين لكل كوباية رز. تالت حاجة لما نيجي نطبخ الرز عامة وخاصة الرز البني، لما نخلص سوا بنسيبه متغطي لمدة 10 دقايق ربع ساعة، بيهدى وبيفلفل أكتر، ما بيبقاش ماسك في بعضه ومعجن. الحاجة الأخيرة اللي عايزة أقولها عن الرز البني إنه زيه زي الرز البسمتي، هو من نوع اللي رز طري شوية، مش بيعد، مش بيقرش، فلازم تبقوا عارفين طبيعته برضو عشان لما تيجوا تاكلوه تبقوا عارفين الدنيا فيها إيه. وطبعا استخدامات الرز البني كتير جدا، سواء كان في السلطات، سواء كان سايد ديش زي أي رز، أو كان وجبة رئيسية محطوط مع بقية اللحوم والخضار. النهاردة وصفاتنا هتكون ستيك الأرنبيط، وإحنا مسمينه ستيك عشان مقطعينه أكنه ستيك، لكن هو يعني مش ستيك ولا حاجة، لكن المسمى جاي منين؟ جاي من التقطيعة، إن إحنا عاملينه قطع ستيك كبديل للحمة للنباتيين. كوباية زبادي، نص كوباية لبن، تلات أرباع كوباية بسكوت، بسكوت ايه؟ بقسماط بانكو او اي بقسماط عادي، او عيش توست او عيش فينو، تاخدوا اللبابه بتاعته وتضربوه ضربه في الكب. بحاول اركز. معلقه خميره، مرمريه، زعتر، بودره مستارده، توم بودره، ملح، بابريكا، فلفل اسود ونشا، وكل الحاجات دي من عند العطار. البقسماط البانكو من عند السوبر ماركت. طيب اهم حاجه في الارنبيط هتنقوا لنا ارنبيطات صغيره زي اللي انتم شايفينها دي، مش هتجيبوا الارنبيط الكبير، هاتوا ارنبيط صغير. ليه؟ علشان يسهل عليكم انكم تقطعوا من غير ما يتهدر ومن غير ما يفرط منكم، لان كل ما الارنبيطه بتكبر كل ما الوردات بتاعتها بتكبر والعروق بتاعتها بتبتدي تطول وتسيب بعضها، واحنا عايزينها متماسكه عشان نعرف ناخد منها التقطيعه دي. اهي سكينه تكون حاميه واقوم واخده منها ستكايه كده اهي، شكرا. تمام. وبعدين نبتدي بقى نتبل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد هنا بسم الله ملح، فلفل، بودرة مستردة، مرمرية، جايبين لنا مرمرية خضراء، الله أحلى كتير على فكرة من هي الناشفة، بودرة ثوم،
خميرة فورية، زعتر، بابريكا، اللي بيحب الحاجات سبايسي ممكن يحط شطة كمان، نشا، هقلب كل ده مع بعضه. هنزل اللبن وهنزل الزبادي. يا مدام ماجدة. الو، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، منوره الشاشه دايما كده يا بنتي. تسلمي لي حضرتك، ربنا يخليكي ويديكي الصحه. امور يا مدام ماجدة، اتفضلي. انا اول مره اكلم حضرتك. ان شاء الله ما تكونش اخر مره. اموريني. وانا واقعه في عرضك والله يا بنتي. الله يسعدك، ده انا تحت امرك. اموري. ربنا يخلي لك ولادك. انا عندي بنتي يا بنتي عامله حادثه من شهر 11. وكلمت سيبي سفره مرتين، وكلمت القناه الثانيه اللي بلدي يوكل، ما فيش حد محافظ. حاضر عينيا، سيبيلي والله يا بنتي. حضرتك ما تقفليش التليفون بعد اذنك يا مدام ماجدة. استاذنك يا هبه تاخدي نمره مدام ماجدة بعد اذنك، هتواصل مع حضرتك بعد الهوا مباشرة يا مدام ماجدة، وما تحمليش هم حاجة، إن شاء الله خير والله المستعان. بصوا عملنا، بصوا أهو شايفين الوضع إيه، أهو شايفين القوام إيه، ده القوام اللي أنا عايزاه، عشان كده ما استخدمتش بقية اللبن. لو استخدمت بقية اللبن هيسيل معايا أكتر من كده، أنا مش عايزاه يبقى سائل أكتر من كده. هنزل هنا القرنبيط وبعدين منه على البقسماط، وهساعد مع البقسماط بشوية من الدقيق، وبعدين هحطه على صاج للفرن وعليه ورق زبدة يمين. بقى معلش أنا أسفة، يمين يمين معانا. طب معلش أنا أسفة، سامحني، قولي سامحتك. طيب معلش، يلا هجيب بس طبق للبقسماط. اوكي، طبق للبقسماط، وهحط معاه شوية دقيق، او ممكن نحط معاه شوية بقسماط عادي اللي هو بقسماط بتاع البانيه يعني. يلا بينا، بسم الله. طيب هندخل ده الفرن. جالنا احنا تليفون امبارح بيتهيألي كان بيسأل عن القرنبيط اللي معمول في الفرن، ف ادي الطريقه. هناخد القرنبيط، قبل بس ما اوسخ ايدي هحط هنا البقسماط، وهساعد معاه بشويه دقيق بساط كده، او شويه بقسماط عاديين، او تنعموا شويه بقسماط من اللي هو بالعيش ده مع شويه خشنين. يا سما يعني اي حاجه زي ما انتوا عايزه. يا سما ازيك؟ ازيك يا سيدي؟ اخبارك ايه حبيبتي؟ اموري يا سما. انا بحبك قوي. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اموري يا سما. هو انا ممكن بس اخد رقمك؟ سيبي لي رقمك يا سما، وسيبي لي عايزه ايه حبيبتي وانا اتواصل معاكي. شكرا. طيب بصي هقوم كده، وهناخد من الخلطة دي نودي هنا، وهحاول بقى ما اوسخش ايدي الاتنين، يعني هحاول اخلي ايد نظيفة، وهحط على الصاج اللي عليه ورق الزبدة يا ملك. بسم الله. ملك يا ملك، كلميني تاني يا ملك. طيب القرنبيط عايزين تسلقوه نص سلقه الاول، وبعدين تبتدوا تستخدموه وتقطعوه وتعملوه اوكي، بس نص سلقه نص سلقه، لانه لو اتهرق اكتر من كده مش هيطلع لنا ستيك، هيبقى وردات. وحش؟ لا مش وحش برضو خالص، عايزين تعملوه وردات وتسلقوه سلقه بقى محترمه يعني، وبعدين تدخلوه الفرن اوكي. طيب عايزين بعد ما تعملوه بالبقسماط كده تقوموا مدخلين من قليينه بدل ما تدخلوه الفرن، برضو ماشي، ما فيش مشكله خالص. يلا هندخل ده بقى الفرن بعد ما هكمل يعني مثلا وحدتين كمان او حاجه، وهدخله الفرن على درجه حراره 180 لاني مش سلقاه، لحد ما يستوي. وانا طبعا هطلعه السوى بتاعه اقل شويه لاني احبه يكون بيقرش، لكن انتوا التسويه براحتكم. وهنطلع فاصل ونرجع، استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا المفروض اللي جايه دي سمبوسك بالمشروم والعدس. انا وانا واقفه في الفاصل كده ساعات الوحي بينزل عليا هعملها صينيه. ليه؟ لانه ممكن انتوا طبعا تعملوها سمبوسك صغير، ممكن تقلوها في الزيت، ممكن تدخلوها الفرن، بس انا حسيت ان عندي كميه كبيره فلو عملتها صينيه هتطلع حلوه جدا، وانتوا ممكن تعملوا منها وحدات صغيره مفيش مشكله. طيب زيت زيتون، مشروم، كرات جزر كرفس، ثوم مفروم، زعتر روزميري مرمريه، عدس بني او عدس بجبه مسلوق، صويا صوص، زبيب، عين جمل، خل، ملح وفلفل، وعجينه باف بيستري من السوبر ماركت تكون مفروده او تكون وحدات صغيره لو انتوا هتعملوها وحدات صغيره. طيب الحشوه دي ممكن يبقى مش باف بيستري، ممكن يبقى مكرونه، ممكن تبقى لازانيا، ممكن تبقى رقاق، يعني ممكن تبقى عجينة سمبوسك، ممكن تبقى أي حاجة أنتوا عايزينها. على النار هحط معلقة زيت زيتون، هنزل الخضار، أنا بكره الاسباتيلا الكبيرة دي، طولي مرتين، زيت زيتون، كرفس، كرات، زبيب ممكن تشيله وتحطه في المكونات براحتكم تماما، عين جمل، حاجه مش موجوده، حاجه ما بتحبوهاش، حاجه هتستبدلوها بحاجه مفيش مشكله خالص، روز ميري، مرمريه، زعتر، ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، طيب امبارح جالنا سؤال عن اللحمه، سلق اللحمه اللي كانت مملحه، انا حسيت لما روحت البيت كده، انتوا عارفين طبعا ان انا لما بروح بفضل اراجع الدنيا حصل فيها ايه وكده، علشان لو في حاجه مش عجباني احسنها يعني. فامبارح كده وانا قاعده حسيت ان انا الاجابه ما كانتش واضحه قوي، فانا هعيد الاجابه تاني. السؤال اللي جالي كان عن لحمه مسلوقه، الملح بتاعها كان زيادة قوي فاللحمة ملحت قوي زيادة عن اللزوم، فأنا قلت إيه لما جيت أجاوب؟ قلت هنحط على الشوربة مية وهنحط بطاطس عشان تسحب الملح، والإجابة سليمة. بس الحقيقة إنها مش واضحة قوي، أنا كنت أقصد إن إحنا لو عايزين نستخدم الشوربة هنشيل الشوربة لوحدها ونزودها مية وهنقصرها. يعني مثلا لو أنا عندي لتر من الشوربة بعد ما صفيته من الخضار ومن اللحمة رفعته على النار، هحط عليه نص لتر أو لتر حسب كمية الملح من المية، وأقصره لحد ما يرجع تاني يبقى لتر واحد، أوكي؟ أو لتر ونص حسب برضو كمية الملح. وبعدين هحط مية مغلية على اللحمة وأحط معاها وحدتين بطاطس، فتقوم تسحب الملح من جوه اللحمه. بس حسيت ان الاجابه ما كانتش واضحه قوي فقلت اوضحها تاني النهارده. فاذا كانت هي فعلا مش واضحه اديني ايه وضحتها تاني. حطينا الجزر، هنحط بقى المشروم، وبعدين هنحط العدس. العدس ممكن تستخدمه اي نوع بكليات عندكم او تعملوا ميكس. طيب دي حشوه نباتي ممتازه، وخلوا بالكم انها فيجن كمان، يعني انا مش حاطه اي حاجه ولا حطيت زبده ولا حطيت اي حاجه. طيب فتقدروا تستخدموها حشوه لاي حاجه تانية. يا ميسه. الو، ازيك يا ميسه؟ ازيك يا شيف اميره؟ عامله ايه حبيبتي؟ بحبك قوي. تسلميلي. وبحبك قوي، وانت بجد المفروض تبقي الشيف بتاعت القناه كلها. تسلميلي يا رب. بركه في زمايلي كلهم حبيبتي. نفسي اشوف فعلا من ايديكي طريقه الباتيه. البتيه، حاضر، عينيا، نعمل حلقه عن البتيه، عينيا، شكرا ليكي، تسلمي لي يا رب. وطبعا زمايلي واساتذتي في القناه احسن مني بكتير، تسلمي لي يا رب. حطينا الصويا صوص وحطينا الخل. طيب هاخد بقى قدامي بقى حل من الاثنين، يا اخد الباف بيستري الصغيره دي، العجينه الرقائقيه بتتباع في السوبر ماركت، يا اما هاخد الصغيرين دول اعمل بيهم وحدات من ال لا لسه السمبوسك،
او هاخد الكبيره اللي هي بتيجي قطع على بعضها وافردها زي اللي احنا عملناها دي واعملها فطيره، يعني واحده سمبوسك بس جامبو شويه. هناخد كده هنا اهو، احطها هنا. يا احمد، لا عايزه انزل الدقيق. احمد، استاذ احمد، اهو كده كلمنا تاني يا احمد. واطلع الاطراف. قلت لكم انا قبل كده على التعليق اللي جالي عن الجلاش، صح؟ في مشاهده كريمه بعتت لي مره كانت منفعله جدا ومتضايقه جدا 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 من طريقه الرص بتاعه الجلاش اللي انا عملتها في حلقه من الحلقات، وقالت لي دي طريقه انا اول مره في حياتي اشوفها. ما هو ده المطلوب، ان انا اعمل حاجات اول مرة ان انتوا تشوفوها حتى لو على حاجة تقليدية، لان انا لو عملت الحاجة اللي كلنا بنعملها، وده لازم اعمله برضو في بعض الحلقات يعني، لكن لو فضلت كل مرة اعمل كل اللي احنا عارفينه او كل اللي احنا متعودين عليه، يبقى الحقيقة النتيجة النهائية ان انا ماليش لازمة. فلازم يبقى في حاجات مختلفة، ولازم انها تعجب ناس اه وناس لا، يعني ده برضو شيء طبيعي جدا. مش لازم كل حاجة هعملها هتعجب الناس كلها، فمعلش استحملونا شوية. لازم يبقى فيه بعض التغيير وبعض التجديد وبعض التغيير علشان بس يبقى فيه لازمة، لأن البرنامج يطلع كل يوم يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ اهو هحط بقى الحشوة كده. انا بحاول بس كده اشوف المنسوب بتاعها علشان ما ازودش قوي زيادة عن اللزوم. طيب لو انتوا حابين تحطوا جبنه، لو انتوا بتاكلوا جبنه ممكن تحطوا جبنه على الوش، لو انتوا حابين تحطوا صوص بشاميل مثلا، لو انتوا بتاكلوا اللبن عادي والزبده وكده حطوا صوص بشاميل على الوش، لو انتوا حابين تقفلوها بعجينه تاني ممكن نعمل كده. لو انا عندي هنا، والله عندي تصدقوا عندي قطاعات، فهعمل ايه بس قبل ما اعمل اي حاجه لازم انضف هنا الاول. هاخد بالقطاعه، مش عارفه في ايه النهارده كل حاجه بتطير. هاخد بالقطاعه كام واحده بس، انا هحط كام واحده بس على الوش، مش هقفل الوش كله اهو، بس عشان عايزه اوريكم الفكره في الاخر هتبقى عامله ازاي. وكل البواقي بتاعه العجينه دي ما بتترميش، ممكن نعملها نخبزها في الفرن ونعملها ام علي اهو. شو ازاي كده كل اللي مقطع اللي مش هينفع يتحشي ناخده ونعمله ام علي، بيبقى لطيف قوي قوي. ام علي اللي بالباف بيستري دي بتبقى جميله، او تاخدوه تجمعوه كله مع بعضه وتعجنوه مع بعضه تاني بايديكوا وبعدين تفردوه بالنشابه فيبقى زي اللي تحت ده، زي ما انتوا عايزين اهو كده. يا ايمان، ايمان هلا، ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. اموري يا ايمان؟ عايزه طريقه عمل البلح الشعري. حاضر، عينيا. في حلقة إن شاء الله هنعمل فيها بلح الشام ونعمل فيها زلابية ونعمل فيها بسبوسة، إيه رأيك يا أستاذة هبة؟ تبقى حلقة حلويات. ما ادونيش فرصة يعني إن احنا نناقش الموضوع داخليا. تبقى حلقة عن الحلويات الشرقي. طب اتفضلي يا أستاذة هبة، شفتي ربنا بيفرجها إزاي؟ عشان بنقعد احنا نحتار هنعمل إيه هنعمل إيه؟ هو الوحي بيجي على الهوا اكتر. هعمل لكم ايه؟ وزلابيا. قبل ما نعمل بلح الشام والزلابيا في البرنامج، انا بحذر من دلوقتي انه مش لازم خالص يطلعوا شكلهم مهندم ومنمق زي بتوع بره، لكن الاكيد ان هيطلع شكلهم هيطلع طعمهم احلى وهيطلع كميتهم اكبر بكتير من الكميه اللي بنصرف عليها بره. بس انا بحذر اهو من دلوقتي عشان انا ما بعرفش. هبص عليها عشان انا ما بعرفش اعملها مدوره قوي كده، بس بتطلع طعمها تحفه يعني. معلش مش مطلوب مننا ان مش هنقف احنا بعربيه زلابيا احنا في الشارع. الفرن شغال كويس جدا عشان تبقوا عارفين. طب استسمحك في خطوه واحده قبل الفاصل اذا سمحت لي.
الله يسعدك يا رب. بص بقى يا استاذ طارق، انا هحط هنا معلقه زيت زيتون، هحط معاها نص معلقه صويا صوص، هقلبهم مع بعض بالفرشه، وبعدين هقوم، مش هيختلطوا قوي طبعا، مش فارق معايا يعني اهو، بس انا عشان عايزه ابصوا اللون ده اهو، هقوم واخده هنا كده وبعدين هقوم رشه رشه سمسم او رشه حبه البركه او رشه جبنه لو انتوا بتاكلوا جبنه، حطوا رشه جبنه اهو. ريمونو، واحنا عندنا صيام امتى؟ يبدا امتى الصيام الجاي؟ نص شهر 2. طب يا ريت بقى نحتفظ بالوصفات دي برضو عشان هتنفع جدا في الصيام. الصيام ده فيه سمك ولا ما فيهوش سمك؟ ما فيهوش سمك، هينفع في الصيام بقى الوصفات دي عشان ما بنلاقيش احنا الصيام اللي بالذات ما فيهوش سمك ده ما بنعرفش ناكل فيه ايه خالص. وهندخل دي الفرن. طيب مطلوب مني وقت قد ايه للفرن؟ مطلوب مني ربع ساعة مش اكتر من كده. العجينة يا دوبك تنفخ وتديني لون، والحشوة كده كده اصلا مستوية، لازم العجينة تكون ساقعة ولازم الفرن يكون سخن عشان اخد احسن نتيجة من الباف بيستري. الستيك بتاع القرنبيط دخل في التسوية، هنسيبه بس يقرمش شوية من بره وياخد لون. الصينية بتاعت السمبوسك او صينية الفطيرة النباتي دخلت الفرن، وهنرجع نعمل مع بعض بطاطس بيوريه تحفة. استنونا. اهلا بيكو. طيب اللي جاي دي بطاطس بالصوص، يعني هو الجريفي هو صوص، فهو مش بصوص الجريفي، هي بطاطس بيوريه بالصوص. اوكي طيب، الجريفي عادة احنا بنعمله يا اما من حرق الخضار اللي بيبقى تحت الصينية بتاعت اللحمة او الفراخ او كده، يا اما بحرق العظم بتاع اللحمة، يا اما بنقصر الشوربة قوي، يعني له اكتر من طريقة. وطبعا بنستخدم فيه احيانا الديمي جلاس اللي هو بيبقى عبارة عن بودرة في السوبر ماركت او عند العطار. احنا النهاردة هنعمل صوص لونه بني، طعمه حلو جدا من غير استخدام كل الحاجات دي، لان كل الحاجات دي احيانا بتبقى معطلة شوية، يعني بتاخد بروسس المدة بتاعته طويلة شوية او مراحل المدة بتاعتها طويلة شوية. فاحنا النهاردة هنعمله بطريقة اسهل واسرع وهيدينا طعم ولون حلوين جدا. ايوه مين؟ مكة؟ يا مكة، مكة منين؟ انا من الأردن. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، بلد حبيبتي التلي، اهلا وسهلا. انا بحبك قوي يا شيف اميره، وانا عايزه وانتي اموره قوي قوي قوي، وانا عايزه رقمك. حاضر حبيبتي، ارجعي للكنترول وسيبي لي رقمك. بشكرك جدا واسمك جميل جدا، وبرحب بقى كل اهل الاردن طبعا. طيب عندنا ربع كوبايه زبده، بصل مفروم ناعم، ثوم مفروم ناعم، دقيق، لبن جوز هند او كريمه او لبن عادي براحتكم. الزبده كمان نباتي علشان الفيجن اللي مش هيستخدموا معانا لا لبن حيواني ولا زبده حيواني، فهنستخدم زبده نباتي وهنستخدم لبن جوز هند. عايزين انتوا بقى تستخدموا زبده عاديه وزبده صفراء عاديه ولبن عادي بقري، ماشي ما فيش مشكله. بعد كده عندنا صويا صوص، مرقه خضار، عندنا فلفل اسود، ملح البحر، وبطاطس مسلوقه ومهروسه، ويفضل البطاطس تتسلق بالقشره بتاعتها عشان ما يخشلهاش ميه كتير، وتتهرس يدوي مباشره بعد السلق. طيب احنا قلنا ان ملح البحر هو ملح مليان باليود وفايدته اعلى كتير، فيفضل ان احنا نستخدمه، موجود دلوقتي في السوبر ماركتس وموجود عند العطارين. اوكي نسمي بالله بقى ونبدا، ونخلي بالنا من الفرن عشان انا وقتي اعتقد يعني خلاص، فايه عشان الوضع ما يبقاش صعب. طيب هحط الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه الزبده تغير لونها يا جماعه، هنا بقى انا عايزه الزبده تغير لونها عشان عايزه اعمل جريفي، فاصلا عايزه اعمل حاجه لونها مدي على بني شويه. وبعدين هنزل البصل
ومع البصل هنزل الثوم، هنزل الملح. خلي بالنا ان احنا عندنا صويا صوص فمش هحط ملح كتير، ولو انتوا ما بتستخدموش لو صوديوم صويا صوص او اللي هو الصوديوم اقل يعني، يبقى ما تحط، مش هنحط ملح خالص. حاضر، انا رايحه للفرن حالا. يا رنا. ايوه، شفتوا المارشيرير ده؟ ايوه يا رنا، ده مخصوص عشانك يا علي والله، عشان بتصعب عليا وانت قاعده على الميديم. لا خلاص، احنا هنطلع الفرن بقى علشان يا كنزي. كنزي؟ ايوه. ازيك يا كنزي؟ ايوه. ازيك يا كنزي؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي، عايز تسالي على ايه؟ كنت عايزه اعرف اللي هي الكيك بابستيك دي بتبقى ايه؟ الايه حبيبتي؟ بعملها ازاي؟ الايه؟ البابستيك. بابستيك؟ اه بابستيك، صح؟ صح يا هبه، انا سمعت صح، بابستيك؟ اعتقد بابستيك. طيب البابستيك دي بتكون عباره عن حاجات كتير جدا، يعني ممكن تكون ايس كريم، وممكن البوب ستيك نعملها بحشوة الكيك بوبس ونغرقها بعد كده بالشوكولاتة. يعني هي البوب ستيك ليها هو مصطلح لشكل ممكن يبقى الحشو حاجات كتير جدا، فلو تكلمينا في الكنترول تقولينا انت قصدك ايه يبقى حاجة لطيفة جدا. هاخد بقى الدقيق هنا واخد منى معلقة دقيق كبيرة وشوحها كويس قوي. يا منى. ايوه مساء الخير مدام منى، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ميرسي لكل الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها، حقيقي حاجه جميله ومشرفه، ويعني تفتح النفس للاكل. ربنا يخلي حضرتك، كتر خيرك. بس عايزه اسال حضرتك حاجه، انا عندي سمك فيليه سي بس. انا بعرف اعمل الصوص الابيض، بس هل بحمر السمك الفيليه قبل ما احطه؟ انا بفضل يعني أنا مش تحمير، تحمير شوية زبدة أو سمنة، شوية زبدة أو معلقة زيت، وطاسة حامية جدا، والسمك بتبله بملح وفلفل وليمون وكمون وسنة ثوم مفروم وسنة كرفس مفرومين، وبنزله تك تك يعني يدوبك ما يكملش دقيقة أو دقيقتين على كل ناحية، وبعدين احطه في الطاجن واحط معاه الصوص الابيض وادخله الفرن، او انزل الصوص الابيض معاه على النار. انا بفضل الطريقه دي اكتر، وبحس انها بتدي طعم اكتر وبتمسك السمك اكتر عشان ما يبقاش مسلوق وطري. شكرا جدا يا مدام منى. انا خلصت على فكره، انا اساسا خلصت. لا خلصت فعلا، ادي شويه الصويا صوص، خلصت خالص يا استاذ طارق. وبعدين هقوم واخده اللبن، افك ده كله جوه اللبن. شوفوا لي اللون بقى، عندنا صوص جريفي من غير ما نستخدم منتجات حيوانيه، لا ديمي جلاس ولا حرقنا ال العظم ولا اي حاجه خالص. شوفوا بقى عندنا اهو. طيب في ناس بقى تحب تديله ضربة الأول في الخلاط أو في الكبة وبعدين تكمل، أنا طبعا أنتوا عارفين بحب الحاجة بقوامها وبقرشتها وبطعمها. عايزين هنضربه في الكبة الأول وبعدين نضيف له شوية الشوربة دول. طيب كمان اللي جاي ده اختياري، عايزين تحطوا البطاطس من تحت وبعدين تحطوا عليها الصوص ممكن. انا بحب اعمل النص ونص، يعني بحط نص الجريفي جوه اطعم بيه البطاطس وبعدين احط الباقي على الوش. اوكي اوكي. طيب هنعمل ايه؟ هجيب البطاطس هنا، هاخد نص الجريفي قبل ما يتقل عشان يختلط معاها مظبوط، هقلبهم مع بعض كده ياخد طعم كويس قوي، وبعدين اجيب الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم، واخد البطاطس هنا، ده اوسع كمان فيديني كده براح ان انا ايه اقلب كويس قوي. اللي حابب بقى بياكل جبنه وحابب يحط جبنه يحط جبنه.
معلش عشان تبقوا شايفين بس كويس قوي كده اهو. بس اعمل ايه بقى؟ اساوي الطبق وبعدين اعمل مكان للجريفي اللي انا تقلته ده، اللي انتوا لو عايزينه يبقى ناعم خالص هتنعموه تماما في الكبه او في الخلاط او بالهاند بلندر. اللي حابب يحط له جبنه، لو بتاكلوا جبنه حطوا جبنه بيبقى حلو قوي برضو معاها. يبقى عملنا ايه؟ بطاطس البيوريه اللي بالجريفي من غير منتجات حيوانيه. هاخد بقى من الملح، ملح البحر او ملح اليود او ايا كان تسميته، ورشه خفيفه خالص على الوش وشكرا. شكرا جدا، اشكركم جدا جدا. لو تسمحوا لي بس نحط الحاجه على الترابيزه واحنا بنراجع كده نحط حاجتنا على الترابيزه، ايه رايكم؟ نبدا بالحاجه الجاهزه عشان تلاقوا حاجه تصوروها لحد ما اغرف اللي ايه لسه مجهز. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفطيره او الباي اللي عملناها مع بعض، وادي البطاطس اللي بالجريفي. انا اسفه معلش بس كده عشان ما اعطلكوش. وادي ستيك القرنبيط او القرنبيط المشوي في الفرن بديل للحمه علشان الناس اللي مش بتاكل لحمه اهو. شوفوا بيجي لي بقى السؤال ده كتير جدا، انه الورق الزبده بيلزق فيه الحاجه زي ما حصل معايا هنا دلوقتي ده كده. طيب ده ورق زبده مش مخصص للخبز طالما لزق معايا كده. طيب اعمل ايه يا اميره؟ تدهنوه بشويه زيت، رشه زيت كده، او تعملوا بخاخه فيها زيت، زيت عادي زيت نباتي، وتدوله رشه قبل ما تدخلوا الحاجه الفرن عليه عشان ما يلزقش معاكوا كده ويضايقكوا. اوكي اوكي عادي بتحصل، يعني بيبقى في انواع في السوق مش بتاعه خبز، مش مخصصه للخبز. نديله بقى نقطه اخضر طالما انتم معانا هنا، نستغل وقفتكم، انتوا عارفين ما احبش افوت حاجه ابدا. شكرا جزيلا ليكوا. احنا النهارده عملنا مع بعض ثلاث وصفات نباتي، عملنا الستيك بالقرنبيط لطيف قوي، ملوش ريحه خالص 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 يا انديل. كان انديل قبل الحلقه بيقول لي حلو قوي وطعمه حلو بس ريحته بتبقى مش حلوه، ده بيجي الريحه دي بتيجي من السلق، لو ما اتسلقش ملوش ريحه خالص. عملنا كمان البطاطس اللي بالجريفي النباتي، وعملنا كمان الفطيره بحشوه نباتي لطيفه جدا. بتمنى تكون كل الوصفات عجبتكم. تابعونا يوميا من 4 لـ5، قاعد 10:30 بالليل، واستنونا يوميا على الهواء من 4 لـ5. استنونا.